على مساحه 70,000 متر. دي المرحله الاولى مصمم بالكامل ان ما فيش عامل يتحرك ويعلي الكفاءه الانتاجيه بتاعه الخطوط الانتاج. ده الجزء الاولاني يا فندم اللي على الشمال، ده حقن البلاستيك، ده اللي بنحقن فيه كل البلاستيك اللي بنحتاجه سواء تلفزيون او غساله او تكييف. اللي على يمين حضرتك ده يا فندم ده اكبر غرفه دهان في الشرق الاوسط، وده الصاج اللي بيطلع وبيدهن، بيمر بثلاث مراحل معالجه وتنظيف ودهان بالكتروستاتيك. هنا يا فندم بيتم طباعه اللوجو وتكفيفه. الخط اللي هنا ده يا فندم ده التكييف المركزي اللي بتوجيهات سعادتك اللي طلبه دكتور مصطفى مربولي، احنا جبناه في 4 شهور. الجزء ده يا فندم بتاع الحاله الداخليه بتاع الغساله، والاول مره في الشرق الاوسط بنلحم بالليزر عشان الغساله ما تعملش اي اهتزازات وهي شغاله او بتعصر. وده يا فندم صوره المنتج التام، الغساله التحميل الامامي والعلوي، وده التكييف المركزي، وده اليونتس بتاعه. دي يا فندم الاجزاء بتاعه الوحده الداخليه بتاعه السربنتينه بتتعمل بالكال. هنا الكمبريسور بيركب الي علشان ما فيش عامل يشيل او يتحرك من مكان. ده خط تجميع الوحده الخارجيه للتكييف يا فندم. حتى الفحص والفريون والغاز مش موجود جوه المصنع. كده كمالة، ده كمالة خط التكييف يا فندم. زي ما كنت بقول لسعادتك الفريون والغاز كله بره المصنع، وما فيش حد لا بيتنقل، المكونات هي اللي بتتنقل للعامل، العامل ما بيتحركش. اللي على الشمال ده يا فندم ده خط انتاج التلفزيون، دي اكبر غرفة نظيفة موجودة في الشرق الاوسط. احنا بننتج هنا يا فندم من 32 بوصة ل 65 بوصة. نسبة المكون المحلي في التلفزيون 40%، نسبة المكون المحلي في الغسالة 45%، نسبة المكون المحلي في التكييف لأول مرة في مصر 65%. كل المكونات دي يا فندم بتتعمل عندنا في مصر ما عدا الشاشة بس اللي بنجيبها مستوردة من الخارج، إنما حتى البوردة كل الشغل ده بنعمله عندنا هنا في مصر. متفقين والله يا فندم، متفقين، وعندنا خطة إن شاء الله بإذن الله للمرحلة الثالثة اللي حضرتك أمرت بيه واللي الدكتور مصطفى طلبه، إن إحنا نعمل تشيلرز هنا وفي آر إف. بس محتاجين شوية دعم، الدكتور مصطفى وعدنا إن هو هيدعمنا وأنا متواصل مع الناس وإن شاء الله هنعمله. أنت يعني من غرفة التجارة، من وزارة الصناعة والتجارة، ومن البنك المركزي، وزارة المالية، تقدر تعرف إحنا بنستورد قد إيه؟ صح يا فندم. أي حاجة إحنا بنقول لك عليها. صح. صح يا دكتور؟ بالظبط كده. لو عرفت الحاجات ديت هتجد فرصة تعمل، الفرصة اللي بتقول لك إيه؟ أعمل كود من الجهاز. ده اللي احنا بناخده كل سنه. طبعا طبعا، اوامر يا فندم. احنا ايه؟ ايوه بناخده كل سنه. طب احنا نساعدك ازاي؟ زي ما انت عايز. ان شاء الله يا فندم في خطه ان احنا نرفع المكون المحلي ل 70% في خلال سنه، ان شاء الله، اوعد حضرتك. السنه اللي بعدين نبقى ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يا فندم. حاضر. اوعد حضرتك ان احنا مش هننام. ودي فرصه. هنموت نفسنا. فرص عمل لمين؟ طبعا لشبابنا يا فندم، والله احنا شغالين عشان كده. حاضر، حاضر يا فندم، ربنا يعزك يا فندم، ربنا يعز حضرتك. ده فندم الجزء بتاع تشكيل المعادن، الجزء ده برضو من عبقرية المشروع. المكن ده بيقدر يبدل الاسطمبة في خلال 10 دقائق، فبيوفر الوقت الطبيعي بتاع اي اسطمبة عشان تتغير بتاخد 1 ساعة و10 دقائق. احنا عندنا 10 دقائق، 6 مكنات دول بيشتغلوا متواصلين ورا بعض، اقدر افصلهم اخلي الستة كل واحدة تعمل مرحلة، او الاثنين يعملوا حاجة والاربعة يعملوا حاجة وهكذا. اللي على يمين سعادتك ده يا فندم ده غرفة الدهان، دي أكبر غرفة في الشرق الأوسط، سرعة السير ده 12 متر في الدقيقة ويقدر يشيل لحد 5 طن صاج مع بعض في نفس الوقت. كل الشغل بتاع الدهان بيتعمل هنا يا فندم. كل المكن بالتبادل، مفيش عامل بيخش ولا يتحرك، وبالتالي أقل ريسك أو أقل مخاطرة بالنسبة لأي عامل. اللي قدام حضرتك على اليمين ده يا فندم ده الخط بتاع الغساله، جسم الغساله التحميل الامامي. المكنه دي يا فندم دي مكنه 3 في 1 بتخرج قطعه معدنيه كل 4 ثواني. كل 4 ثواني عندنا قطعه بتعمل 3 مراحل، تكسيح وتخريم وتشكيل. هنا يا فندم احنا ده الجزء اللي زي ما قلت لحضرتك، الروبوت بيستقبل الماشين او الجهاز اللي بعد ما تغلف بيجي حضان يشيل ويودي المخزن، فما عندناش حد بيتحرك ولا اي حاجه.
هوري برضو لحضرتك يا فندم، احنا عاملين معرض صغير كده عشان ادي فكرة لحضرتك. ده كل المنتجات اللي بنعملها في المصنع، التلاجة والفريزر دول ان شاء الله بتوع المرحلة التانية، الغسالة احنا بنوري هنا فندم ان الغسالة ما بتتهزش خالص وهي بتعصر او هي شغالة. كل البضاعة بنعرضها في المحلات يا فندم شغالة، حتى التكييف دي غسالة ودراير في نفس الوقت يا فندم. دي 15 كيلو و10 كيلو. احنا بنعرض زي ما قلت لحضرتك يا فندم التكييف شغال، وبنتحدى بنحط عليه عملة فضية على سيفها علشان نقول ان احنا ما عندناش اهتزازات خالص لا في تكييف ولا في غسالة. التكييفات يا فندم احنا بننتج هنا من 1.5 لحد 10 حصان، سواء حائطي او سبليت او اللي هو الضغط او المركزي الصغير الحجم. التلفزيون يا فندم احنا شغالين جوجل تي في، فالتلفزيون سريع جدا، الصوره درجه نقائها محترمه جدا، وبنتست برضو او بنختبر كل الاجهزه 100%. عندنا اختبار لمده 20 دقيقه اهتزازات وصدمات وحاجات زي كده، بحيث وده مش موجود في مصر برضو، بحيث الجهاز لما يطلع يبقى احنا ضامنين تماما ان مفيش لحام فيه مشكله او حاجه هتحصل في المستقبل ان شاء الله. في خطه برضو يا فندم ان احنا هنضيف ال 75 وال 85 ان شاء الله السنه الجايه.